طيب رؤيتنا بقى احنا ايه كنادي اهلي في ضوء كل الاحداث السابقه؟ قاره افريقيا قاره كبيره وتمتلك من المواهب ما لم تملكه اوروبا، وافريقيا تستحق مكانه كرويه افضل. نحن نعلم ان اي تعديل او تطوير هو مسؤوليه الكاف طبعا، ولكن من اجل الكره الافريقيه عاوزين نطرح رؤيتنا التاليه، وهنا قرار للكاف وان نعترف بده، لكن هي مجرد رؤيه من اجل الكره الافريقيه من وجهه نظرنا. واحد، ان يعود الدور النهائي للمسابقات الافريقيه دوري الابطال والكونفدراليه لنظام الذهاب والعوده مباراتين، لان فكره اقامه النهائي من مباراة واحدة لم تنجح. أوروبا تختلف كثيرا عن أفريقيا، وسائل الانتقال في قارتنا صعبة ومكلفة جدا، وتستغرق وقتا طويلا جدا للسفر، وكمان ولا توجد تأشيرة موحدة لكل دول أفريقية عكس أوروبا، بل الحصول على التأشيرات في قارتنا من المشاكل التي تقابل الجماهير وقابلتها، وهنا بتكلم على كل الجماهير الأفريقية. أيضا لا توجد عملة مالية موحدة للقارة الأفريقية، على العكس في أوروبا المسافات بين الدول قريبة جدا، ولا توجد كل هذه المشاكل التي أشرنا إليها. اثنين، حال استمرار، وده قرار كيف طبعا وحقهم الكامل، حال استمرار إقامة النهائي للمسابقات الأفريقية بنظام المباراة الواحدة تقتضي الشفافية والعدالة، أن يقوم الكاف بإعداد لائحة خاصة بالمباراة النهائية تضمن تحقيق العدالة وحقوق كل الأطراف من توضيح الشروط اللي فيها، وأن يتم الإعلان عن الملاعب التي سوف تستضيف المباريات النهائية قبل بدء البطولات على الأقل، ما نستناش لآخر أسبوعين أو ثلاثة. ثلاثة، أن يدرس الكاف تدوير استضافة المباريات النهائية بين الدول الأفريقية، ويحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل لمدة 5 سنوات، حتى تحصل بقية الدول الأفريقية على فرصة وفرص مماثلة. هنا في دول ممكن ما يكونش عندهم القدرة المالية والتنظيمية، وهنا بقى يجب أن يقوم الكاف بدعم ومساندة هذه الدول لتنمية اللعبة في القارة كلها. 4، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد والفار في كل أدوار البطولات الأفريقية لتحقيق الحد الأدنى من العدالة. إحنا أو أفريقيا ليست أقل من أوروبا. 5، أن يقوم الكاف بإعادة صياغة للوائح الحالية لتكون حاسمة وشفافة ولا تحتمل أكثر من تفسير، ويتم تطبيقها على الجميع بعدالة، علما بأننا نؤكد وندرك أنها مسؤولية الكاف، ولكن يجب الاستماع إلى وجهات نظر كل الأندية الأفريقية كلها. إيه المانع إحنا نبعت اللوائح دي، واللوائح دي الأندية تحط يعني تحط عليها كل الأندية، مش لجان ولا بتاع، كل الأندية، كل نادي يحط تصوراته، ثم التصورات دي تروح للكاف يبتدي يناقشها ويشوف الغالبية بتقول ايه. 6، دراسة مضاعفة المبالغ المالية المقدمة من الكاف للفرق المشاركة في المسابقات المختلفة، لأن ما يتقاضاه صاحب المركز الأول حاليا
وهو الرقم الأعلى في أي مسابقة أفريقية لا يتناسب مع تكلفة الانتقالات، المسابقة، الإقامة، المكافأة اللاعبين، الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، علاج مصابين بيقعوا منك خلال البطولة، ده بقى صليبي وده مش عارف زي ما حصل مع النادي الأهلي في 3 حالات تقريبا. فالمبالغ دي أعتقد يجب دراسة كيفية زيادة هذه المكافآت.